السلام عليكم. لعنا سيجاو نسأل فرشو في تشيك السلام عليكم. Bon, je pense que le message il est clair. Tout ce qu'on a dit, je n'ai pas calculé, je n'ai pas calculé, je n'ai pas calculé ce qu'il y a déjà. Moi, je n'ai pas calculé, je n'ai pas calculé, c'est que je suis désolé, les Américains, ils ont été dérangés de Chine, c'est pas parti, c'est clair. Parce que peut-être ma femme, je suis le boîte mongol, peut-être que je me suis pas bien fait comprendre. Donc, surtout, je fais le pas de chicken, je fais le concept de repas. Donc, je présente mes excuses déjà devant les autorités. Le public, les canchumans, les bars, les canchumans, les autorités, les aérats, les aérats, les organisateurs. ماشي ناس خايبين ما كنديروش شي حاجه خايبه، كنديرو الراب. الراب ماشي خايب، الراب عنده واحد المونتاج بوحدو، عنده واحد عنده سي كود تيت دوك لي كود ديزون با ايتي امبلوي او بون مومون او بون اندوا اي فوالا. بس اكسكوز زعما جو اكسكوز حيت جو مي سي با بيان في كومبخون، حيت ما فهمونيش الناس. Pendant qu'on nous dit chouchoui à Kassa, je fais bizarre, gars. Et puis, comme je disais, c'est pas. Le public, alhamdoulilah, on a un jeune public qui fait un peu de choses. On a un monsaïka, on a un déroge, on a un déroge, on a un déroge, on fait de l'art, on a un déroge, 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 on a مازال نمثلو الفن المغربي والراب المغربي فين ما كان. و جوبونس هذا هو بزاف. نعطيك الكلمة فوالا. سي دوكا جو با كالكان لي جوست بريسيزي واحد اللعيبة، جو با كالكان لي كيبغي يجبد الصداع كسوا فيك لابريس مع البوليس ولا مع باسكو بزاف ديال الهضرة باسكو تخرج ريالمون ما عرفتيش لي زارتيست لو هما فهمتيني. يا دي زارتيست زعما كو سوا دي زارتيست جون ولا كبار زعما لي جينيراسيون قديمة، جو با كيلكان لي كي في ريكور لا فيولونس ماشي داك النوع. ما جو با دو جون من الاخر. اي بوي فوالا Voilà, je demande des excuses à tout le monde, frérot. Mais là, je n'ai pas voulu être. J'ai pas voulu être méchant. J'ai pas voulu être des charges, frérot. C'est que je me suis pas bien fait comprendre. Les déchets à la base, les ailes, la famille, c'est une bonne leçon, je pense. C'est une très bonne leçon. Dans le plan. Je connais l'air de blague. C'est l'air de blague. Alors, جدد الشكر لكم كاملين. وبإيجاز أنا ما نطولش، بغيت أنتم اللي حاضرين نشكركم، ولكن كاين وحدين أخرين غايبين، وفي هذه الأثناء تناولوا الموضوع ديالهم، ديال هذا النقاش اللي تطرح في المجتمع، سويت المسائل اللي صدرت من الموكل ديالي واللي اعتذر دابا رسميا أمام الملا. وغادي نقول اسباب ونزول هذا الاعتذار والخلفيه ديالو والاهداف ديالو اللي هي نبيله نابعه من العمق الترابي ديالنا ديال المغاربه وديال المغربيه وديال هذا المجتمع. بغيت في الحقيقه في الندوه الصحفيه نتوجه بالشكر لواحد مجموعه من الزملاء ديالكم، الزميلات ديالكم ومنابر اعلاميه اللي يعني فعلا انتوما وهما الصحافه فعلا في هذا الوطن كتجسد فعلا سلطه رابعه، كتنقل ما يقع في المجتمع، كينقل التصارع اللي كيوقع في المجتمع، كينقل كل شيء. انا بغيت نشكر بالخصوص الاخ رضوان رمضاني، لان كان سباق في استضافه الموكيل ديالي في القناه ديالو، وفي انه حاول تسليط شيء من الضوء على الطريقه كيفاش كيفكر بها طه، يعني با ميشون تاع جون ماروكان. بحالو بحالكم بحال
هذه الفئة من الشباب المغربي، كيبقى إنسان يقدر يغلط يقدر ما يغلطش، كيبقى مواطن يطبق عليه القانون ما تيقولش لا، كيبقى من حقه يتسائل ومن حقه القاضي ومن حقه يتقاضى. ولكن حنا في هذا المجتمع كما بإلي أنكادري أنا غادي نشرح بزاف ديال الأمور. نشكر كذلك بالخصوص في هذا الأثناء الإخوان المسؤولين على برنامج ديكريبتاج، السي عبد العزيز الروماني وصاحب القناة السي كمال الحلو الله يطول العمر القيدوم ديالكم، والصحفي الكبير في هذا البلاد، والناس اللي كيكينين في ذاك البرنامج يعني قالوا شهادة حق في حق الدفاع، والشريك ديالهم برلمانكم اللي حضر معنا صندن في هذه الصحفية سمحوا لينا بغيت نشكرهم لانهم تناولوا هذا الموضوع هذا الصباح. دابا هذه سيتينا فير دابا صبحات قضيه راي عام، والا ما كناش نعيطوا لكم كاملين. فشكرا لهم لانهم تناولوها من جوانب انسانيه، وانا الاوان باش نوضح انا ثلاثه الاشياء. اولا هذا النقاش اللي تطرح باش عند التصريحات ديال الموكل ديالي طه واللي قدم في واحد الجزء كبير منها اعتذار ليكم، الصوت قدم اعتذار تسمع عندنا ميكروفون، لا خاص ميكروفون اللي قدم فيها اعتذار رسمي الان لنساء ورجال الامن اللي كانوا صاهرين على ديك التظاهره للسلطه المحليه بمختلف مكوناتها، لأن الشباب اللي كان حاضر ان الشباب هذا الجمهور ديالو الشباب هذا الجمهور ديالو وكانوا كيتبعوا هذيك المسائل او من خلالهم للمجتمع للناس اللي حسوا بان اي حاجه صدرت منه هو ما فهموهاش منه كما قال في العديد من المواقع وكما كيقول الان هذا الصباح امامكم هو تيعتذر فيها. وهذا الاعتذار ديالو ماشي واحد الوسيله باش يتنصل من اي مسؤوليه قانونيه او متابعه قضائيه، لانه هو تيعتبر نفسه وناكدها وغيأكدها انه تيبقى ان سيتويان مواطن بحاله بحال كل المغاربه بحال كل الشباب المغربي خاضع للقانون وخاضع للمسؤوليه وللمساءله القضائيه. ما عندناش اشكال في هذه المسائل وما عندناش فيها نوع من التحدي، بل في امتثال لما يسمى بدولة الحق والقانون اللي حنا كنا مسؤولين عليها. وهذه دولة الحق والقانون عندها واحد المؤسسات وعندها آليات اللي كتشرف على مساءلة أي إنسان تيغلط وكتحاكم أي إنسان تيغلط. إذن كنظهر لي النداء الأول أو الرسالة الأولى للدفاع وباسم طه، ربما ما يقدرش يقولها هو تيفهم في داك الشيء ديالو الراب وداك الشيء قهر لي انا بعدا ديك اللغه ايضا كنتعلمها معاه باش نفهم شنو كيبغي يقول لي، وصعوبه ياك باش فهمت منه شي حوايج. والله الله تبارك الله عليك سي عبد الله جوني سالي لا. الوغ بالنسبه ليا هاد القضيه هادي الرساله ديالو كيظهر لي مدام ان الزميل ديالكم السيد تيجيني الصحافي المحترم اللي كنكنوا له حنا كل التقدير وكل الاحترام حس بان او شعر او تقال له او قال ليه او كذا كاين القضاء هو الفيصل بيننا، فكيظهر لي يعني على مستوى النقاش العمومي خصنا نحبسوا هذه المسائل. حنا ما عندناش محاكم ديال الشعبيه، حنا عندنا محاكم بالقضاء اللي كيأطرها دستور المملكه المغربيه اللي كيأطرها قوانين اللي كاينه سلطه قضائيه. حنا ما غاديش نحاكموا واحد التصريح وقرينا النوايا ديالو هو كيشرح لكم قال لك انا ما كنتش كلا باللغه ديالو كي قلتي لها عاود قول لي ما كنتش كلا وجهي ما عندوش النيه، واي جريمه فيها النيه وفيها الفعل المادي وفيها العلاقة السببية. هذا نقاش ماشي مع الإخوان الصحفيين ماشي مع المجتمع، ماشي تنقلل منكم أبدا، تنحترمكم على رأسنا وعينينا بكل المنابر بدون استثناء وبدون أسماء، احتراما للجميع.
ويعني كلكم كنتكم محفوظه اللي حاضرين واللي غايبين. فهو ما عندوش ما كانش عنده هذه هذا النقاش نقولوه سميتو، ولكن حنا ما تيخصناش نسيدوا واحد الخطاب ديال الكراهيه، خطاب ديال التفرقه. حنا امه اختلفت في قضايا رئيسيه وتصالحت، امه اختلفت في قضايا مهمه وتصالحت، امه يؤطرها دستور، يؤطرها قانون، تسيرها مؤسسات. الفضاء العام له ناسه ورجاله شرفاء يؤطرونه ويضبطونه ومسؤولون على تنفيذ القانون، ولكن لسنا نحن من نحاكم الناس. انا هذه القضيه الموكل ديالي بارئ والموكل ديالي كذا والنقاش القانوني انا غنخليه للمحكمه، ولكن انا الرساله الاولى عندي كنا غيت لا قدم الان اعتذار. انا بلسانه اقول لكل الناس الذين وقالها بالصيغه ديالو، وكان بدا بالفنانين الكبار اللي هما رواد ديال الاغنيه المغربيه ورواد ديال الفن المغربي، هادو تراث ثقافي وفني ورصيد فني اللي كنا كنعتزو به، حتى هو كيعتز. هو تكلم في واحد الشق لما غادي نديرو قصه باش يوضح النقطه ديالو، وحتى هما تيعتذر لهم، وحتى هما غيتم الاتصال بهم والاتصال بالمحامين ديالهم، وغادي يتصدى هذا الاشكال هذا كامل. حنا ما يهمنا هو ان نطور اي تعبير من التعبيرات المتواجده في مجتمعنا في ظل أمة موحدة متسامحة ما فيها لا غنى لا حقد لا كذا. ما نقتلوش الورود، ما نقتلوش الأزهار. إذا كانت شي وردة طالعة عوجا نقدوها. هذا هو الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة أن طوطو ليس إنسانا متعاليا على القانون وليس أقل من الناس في القانون. غدا سيمتثل للاستدعاء التي وجهته له الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء وسيذهب. نحن كدفاع ولا هو نجهل المضامين ديال الاستدعاء اللي وجهته له الأمن الوطني، وما كنعرفوش شنو هي لحد الآن. فقط سمعنا عبر الإعلام أن الصحفي المحترم تيجيني قدم بواسطة دفاعه دعوة قضائية. نحن في انتظار أن نتوصل، وسيكونون لكل حادث حديث آنذاك. علاش عيط ليه البوليس؟ مازال ما عرفناش علاش. غادي يمشي لعندهم وغادي يحضر وغادي يدافع على نفسه وغادي يجاوب. وكنظن حنايا في دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، له حقوق وعليه واجبات. وأعتقد أن هاد الناس حنا ماشي راه كاين ضوابط وكاين قوانين. النداء اللي بصدق انا كنقولو كمحامي وكمواطن، كنقول ستوب، كفى. لسنا كلنا ملائكه نمشي فوق الارض، ولسنا كلنا قديسين نمشي فوق الارض. طه شاب مغربي، طه مغربي، طه ولد هذا المجتمع. ان اخطا هنالك آليات وهنالك قوانين وهنالك ناس ورجال مسؤولين عن ذلك. رجائي ألا نعود بنقاشات تجاوزناها، بل يجب الالتفات إلى أي ظاهرة من الظواهر في المجتمع. هذا متروك عنده ناسه، ماشي أنا، أنا ماشي مختص في هذا الشيء. أنا ما مسؤول لا على الأخلاق ولا على الدين ولا على الثقافة ولا على الشباب. انا محامي، دوري كندافع، ورجل حقوقي اؤمن بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا وكما تبناها دستور 2011 الذي كانت فيه بصمه كبيره للشباب والحركه الشبابيه والحركه الاجتماعيه في هذا الوطن. ما تنساوش حنا اي حاجه كتصاوب في هذه البلاد راه كنصايبوها بشكل جماعي، مؤسسات ومجتمع، ولذلك اي حفاظ على اي حق من الحقوق فالفصل 25 من الدستور كيعطي لهذا الشاب بحاله بحال مجموعه من الشباب الحق في التعبير الثقافي والانساني. اذا ديجا هو العمل ديالو ولا المسائل ديالو الي اونكادري بار لا كونستيتيسيون. ليديكاسيون ماشي طوطو اللي مسؤول عليها ولا الاستاذ زهراج ولا الصحفيين. اذا كان شي خلل في الاسره ولا في الترابي ولا كذا،
نشوفوا نقلبوا على فين كاين الداء ونقلبوا على الدواء. فأي خطاب غادي يبقى مستمر بهذا الشكل كنظن ليس فيه خير لا لشبابنا ولا لمجتمعنا اللي كيتميز بالتسامح. تداول معايا أخ طوطو كدفاع في الهجوم اللي كيتعرض ليه، خطاب الكراهيه اللي كيتعرض له والخطاب اللي كيتعرض ليه، حنا تنعتبروا ان داك الشيء غير مقبول ونرغب بان نلجا كذلك الى القضاء. من حقه هذا الحق ديالو يتنازل عنه، لانه هو فنان تيقول انا كيما غلطت انا موضوع نقاش عمومي وهذا ان ديبا في لا سوسيتي il va pas يعني لي بريزونتي دي روكيت devant la justice marocaine concernant certains gens اللي كيون ديجا يعني وصلوا لواحد الحد ما نذكروش اسمائهم ما نذكروش الصفات ديالهم، ولكن هو اليوم جا باش يقول لنساء ورجال الامن معذره، لرجال ونساء السلطه المحليه بمدينه الرباط معذره، لواحد الفئه من المجتمع عريضه معذره، لنساء ورجال الاعلام معذره، اذا كان كلامه ما فهمش واصدر منه شي حاجه اسمح لي الفنانين الكبار كيعتبرهم قبيله كنتكلموا الوالد ديالو صديق ديال مجموعه من هاد الفنانين اللي هما باغيو يديروا دعوه وكيعتبروه بحال ولدو، فما كاين علاش هذا. شكرا لكل القنوات كل المنابر وكل من تداول اسمنا وكل من شكرنا، حنا من باب الغيره على شبابنا، من باب الغيره على هذا الشاب، من باب المسؤوليه المهنيه، لان قانون المنظم لمهنه المحاماه كيعطيني الحق نعطي النصيحه للموكل ديالي قبل الاقدام على اي مسطره قضائيه. وكان من اهم النقاط التي تناقشنا فيها هل هو واعي فعلا بما اقدم عليه من بعض الكلام، فلا ما فهمونيش ولا غلطوا، راه دارها عند الاخ الرضاني، دارها في مواقع اخرى وغادي يديرها وغيعطي دي تصريحات موجود واجد ماشي بحال داكشي ديال لاصين. لا لا الله يخلص السيرفيس على خير معاك وسام. فكنظن هذا الشيء هو علاش تلاقينا بكم في هذا الصباح، وكنشكركم بزاف بزاف. عطاك سؤال؟ لا انا غادي تنبغي نشكركم بعدا، بغيت نشكركم كاملين من قلبي أصالة عن نفسي ونيابة عنه ونيابة عن أسرته، وبغيت نحيي الوالد ديالو والأسرة ديالو، الوالد ديالو من خيرة الناس، طه مربي تربية صالحة وإذا أخطأ كيتصلح. شكرا لكم جميعا، شكرا للنساء ورجال الإعلام. استاذ زهراج عافاك انا ندير واحد الصيغه باش نكونوا عمليين، سهل الاموريه ديالكم قيد الاسماء باش مابقاش يكون واحد عشوائي ودابا خلي ما يمكنش نهضرو بزاف، نسهل الاموريه ديالكم ويكون التواصل سلس مع الجميع، نفتح واحد اللائحه وحده ديال التدخلات. عندي سؤال ديال حتى الاول غنجاوب، قول لي الاسم والموقع. استاذ زهراج مع كامل احتراماتي تحياتي لك، اول حاجه الفن كباقي المجالات هو اخلاق، الفن كباقي المجالات الاخرى فهو اخلاق. ثاني حاجه سانطلق من كلامك، قلت بأننا نعيش في دولة ديال المؤسسات دولة إسلامية، إذا بما أن الفن أخلاق واش
هذا وقت ديال الاعتذار، بما انك طرقتي وقلتي في الاخير بان الاسر المغربيه تتحمل المسؤوليه ديال التربيه ديال الابناء ديالها. شكرا. اذا بقى ما كملت السؤال ديالي لخليك، ولكن الاسر المغربيه كانت حاضره، كانوا اباء كانوا امهات حاضرين، علاش غادي نطق بهذاك الكلام وما احترمش متعمد وكاينين اشخاص ورا هذا الشيء اللي كنعرف ليه، وعلاش بالضبط في هذه الفتره هذه اللي انت كتعرف فيها نجاحات كبيره. شكرا استاذ. انا غادي نرجع لي من اللي صار لي من اللي صار غادي كلشي غيسير بهدوء. شوف اقرب الاسر المغربيه حاولوا تمشيو خصني نسمعوا الزميل ديالك. شو انا كي كان ديزون سان شي مشكل مرحبا سي موقع بون طوطو، يعني طرح نقاش مجتمعي على كيفيه على بزاف ديال المواضيع اللي هي عاديه فاكم في اي دوله. نسولك السي طه اللي تقول لك علاش الناس ما كاينش لا تقني لا تحشيش منين لان القضيه ولا تفوض وكاين مساله ثانيه انا كنعرف الحوار ديال العربي اللي كتصفي بغيت نطرح انا واحد الشق اخر لان الزملاء اشاروا لمجموعه النقاط، هو ما وقع في فلسطين حول مسؤوليه المنظمين. واش في الكونترا كانوا محددين واحد مجموعه الامور اللي ما تطرقلهاش اللي ما تهداش، او لا هذه المسؤوليه نتاع المنظمين اللي كنعرفوا بان تكون واحد الضوابط تكون الحال. الشق الثاني من السؤال هو واش طه ضحيه صراع نتاع اقطاب اخرى هو اللي كاين في الواجهه. شكرا. كبرت 8 باش نوصل 10 غادي نحكي. زهرة شوف هنا عندك واخا واخا زهرة عافاك عاودي نسمعك. صحيح يا خولة حمدي من بلاد فانتكار، بغيت نسولك بخصوص هذا الجاري وقعت مؤخرا، واش طوطو مازال غادي يستمر من هنا لقدام بنفس السياسه ديالو ولا غيحاول يبدل شويه من الجديد؟ Deuxième question, tu ne crois pas que tu es visé? Et troisième question, je compte se battre de l'être à l'égard de l'autre.
Thank you. كيعرف علاقة عميقة مع الصحفيين. الله يخليك. فالله يعطيك الخير يا بلاتي. بلاتي. عندنا دابا غادي نكملوا هاد الأخت هادي. أنا. ها هي. وغادي نعاود نفتح لائحة جديدة بالقسم برشيد. بالا باليكم كاين شي رد في هاد الأسئلة اللي طرحت الآن كتشفي الغالي المحضر ما كاين شيء. أبخي جو في دوني سونوغ شاكان داكور. يا بلاتي. أول حاجة أستاذ شكرا على هاد الندوة. عندي أسئلة تخي غابيد بوك توكو. مرسي بوكو. أنا من منبر بعدا ما 5 تي في. السؤال الأول هو شنو هما المشاكل الواقع اللي مع التيجاني عبد الهادي عبد الوهاب دوكالي بلوتو وعبد اللطيف أيتمنا. السؤال الثاني علاش توتو روج لاباج ديال النيبرو ديال الحشيش. ثالث حاجة شنو رأي ديالو في داكشي اللي وقع في البولفار. الو غنجاوبوا على هذا الجزء الاول من الاسئله الله يعطيكم الخير باش حيت حنا مازال ودابا عندنا علاقه بالفنان ماشي بالمحامي لا ولكن الاسئله لا 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 ما نقولش كاع انا غادي نجاوب غروسو موضوع لي كيسيون باش نعطي فرصه لزميلات وزملاء اخرين ديالكم ونعطي كذلك الكلمه للموكل ديالي ونبدا بالموكل ديالي هو الاول ولا حتى ماشي تيار كيف ما كان هذا انسان فنان في نطاق داك الفن ديالو اللي كيعرف واللي انا غادي نبقى نجاوب حيت هذا كان هذه راه 4 ايام ولا 5 ايام ديال النقاشات بيني وبينه في قضايا متعدده تيبقى هو انسان قبل ما يكون زبون وتنبقى حتى انا انسان واب ومسؤول وناشط حقوقي وعندي بزاف ديال الاهتمامات في هذه البلاد السعيده ومن حقي حتى انا نقول لكم شنو دار بيني وبينه اولا هذه القضيه اللي وقعت ليه هو كيأكد لي انه ما غاديش يتخلى على هذا الفن ديالو وغايمشي فيه بعيد وغايطورو نقولوا كاع ديك السر اللي كاين بيني وبينك فين غادي نمشي معاك نقولها ولا تقولها انت لا قولها لهم فين غنمشي وانا معاكم الرجال قولها لهم بغاو يسمعوا الصوت فين غنمشي غنمشي البرازيل انا وزهره عندي ديسك سميتو استاذ زهره بالعكس انا نبهتو بحال اللي كنبه اي شاب ان الاشياء اللي ما كتطيحش كتقوي في المشي الدقه اللي ما كتهرش كتقوي في المشي وبطبيعه الحال لقيت انسان شاب اللي هو طموح قوي مقتنع بداك الشيء اللي كيدير ما مقتنعش بالاشياء اللي غلط في حقها وانا جوابا على سؤال احدى الصحفيات المحترمات ما تكلمتش على الدوله الاسلاميه انا تكلمت على دوله الحق والقانون المؤطره بدستور
اللي جعلت من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أسمى من القوانين المحلية الضامنة للحقوق والحريات. وتنظن هذا النقاش هذا لو ديبا هو اللي جعلني باش نقول واحد الرسالة ستوب لهذا لو ديبا الخطأ اللي غادي نبقاو نهضروا فيه على الأخلاق والدين وكذا إلى آخره. من حقنا نهضروا على المقومات ديال المجتمع المغربي والأمة المغربية، من حقنا ندافعوا عليها جميعا، ولكن كاين مؤسسات صاهرة على ذلك، لا بالنسبة للدين ولا بالنسبة للأخلاق ولا بالنسبة للقانون ولا بالنسبة للمسألة القضائية والقانونية. ماشي اللي فاق الصباح في هذه البلاد غادي يحكم. هذه البلاد عندها أمة ليها وعندها الأسس ديالها وعندها القوانين ديالها وعندها تراكمات أكثر من 19 قرن، وعندها تعدد ثقافي ولغوي وفني، باش تكونوا هاد النقطة واضحين فيها. واش هذاك الشيء متعمد ماشي متعمد؟ الله أعلم، حنا ما تندخلوش في سميتو، ولكن كنظن أنا هذه واحد الخلاصة بلساني ولسان وصلنا لها في هذا النقاش. الشيء هذا الشيء اللي وقع بحال اللي وقع في شي حوايج أخرى في السينما وكذا، هذا مجتمع حي. وإلا ما كناش هاد المرابط كلها متعددة، وراه كانت عندنا قناة وحدة، راه كاين بعض الأمم وبعض الشعوب عندهم تلفازة وحدة، وكتشعل في واحد الوقت وكتطفى في واحد الوقت. حنا عندنا كل شيء، ها اليمين ها اليسار ها الوسط، ها اللي باغي الراب، ها اللي باغي الأغاني الدينية، ها اللي باغي الجاز، ها اللي باغي الشعبي، ها اللي باغي العيطة، هذا مجتمعنا الأخوات والإخوان. فرجائي لكم انتم بالخصوص كصحفيين، احنا نلقاو بالنقاش الى ما هو اعمق كما قال احد الاخوان هنايا، مسائل ما عندها لا علاقه لا بالدين لا والو، عندها علاقه بالتعدد الثقافي. ودايور الدستور ديال المملكه المغربيه راه نص على ذلك في دبجاته، راه تيقول لك المملكه المغربيه اللي عندها ثقافه وروافد متعدده. فلذلك حنا ما ندخلوش في هذه المسائل هذه. واش غيستمر ولا ما يستمرش؟ كنظن هادشي جاوبت عليه. واش هادشي عطا حنا دابا الان ماشيناش هنا باش نتحاكموا ولا نتسائلوا؟ بعض الاسئله تسمحوا لي بعض الصحفيات والصحفيين خليوها متروكه لعمل الضابطه القضائيه ومتروكه للقضاء. انتم الصحفيين بغينا من خلالكم نبلغوا هذه الرساله، سولونا في الاشياء اللي كاينه، بحال مثلا في الكيد شارج اللي كان مع على حساب مقاليه هو وقع واحد الكيد شارج ياك، واش كان هادشي في الشيء؟ كنظن انا هادشي راه فيه ايضاحات من جوانب اخرى، وكنظن هذا السؤال يتطرح على الوزاره كان احسن. انا هنايا كنمثل الحقوق والمصالح ديالو، وجوابا على الصحفي صديقي العزيز ما كاينش فرق، انا هنا الان امثل المصالح والحقوق الموكل ديالي. وبغيت نقول لك واحد القضيه، انا في ثقافتي التقدميه والحقوقيه غادي نجاوبك انا غير بواحد الحاجه. الله يعطيك الخير، يعطيك الصحه. المحامي مديور ولا المحاميه باش الاشياء اللي ما يقدش يقولها الموكل ديالو كيقولها هو. انا اؤكد على ان اسباب تنظيم الندوه الصحفيه اليوم في هذا الصباح واستدعائكم في هذا اليوم ديال العطله هو من اجل ابلاغ الاعتذار لنساء ورجال الامن وكذلك لرجال السلطة ولكل من اعتقد على أنه أساء إليه. واش دار الإشهار الكادة ولا ما دارش الإشهار الكادة، واش المخدرات، واش كذا واش كذا، رجائي هذا النقاش حنا ما غنقبلوش أنا بعدا، وهذا في الإطار الإتفاق معاه، وهذا نقاش راه مطروح في المجتمع. وشوفوه في المجتمع هو فنان وعنده داك الشيء قدو حدو ياك سي صاحبي. بغيتي تزير شي حاجه في هاد البلايص؟ انا حاجه وحده اللي بغيت نجاوب على ديال حاجه اللي بغيت نجاوب على واش وصلوا بغيت تبدل سير سين ولا في الاغاني؟ لا سير سين هذا عندي واحد الساعه كنطلع نغني فيها ولا كنطلع ولا كندير فيها موسيقى. جوبونس دابا بهاد الدجه هادي الناس عارفيني دابا شنو كندير سير سين وعارفيني كيفاش كنغني. دونك جوبونس بروشينمون حتى الوالدين الا كانوا خايفين من الرجعي جاي يعرفوا كيفاش يجيريو ولادو. هذا هو.
انا ما كنسمعش من النصوص ديال انا ماشي مشكل انا غير واحد نسال انا ولا قضيه ضيق لك انا واحد السؤال اللي ما نقبلها حتى واحد انا تنحصر من الجامع راه حتى واحد ما يعتقد الا غير لا عليا صوته او خرج فيها عينيه انا معليش واش الا جاوبنا بلاتي بهدوء شكون واضحين حنا راه ماشي حنايا باش نطلبوا منكم من انت شخصيا ومن الاخت ومن اي انسان حاضر هنا يبلغ واحد الرساله ديال الاعتذار يبلغ واحد الرساله ديال القيم ديال التسامح وخصنا نجسدوها من هذه الندوه الصحفيه وكنظن على ان الموكل ديالي كان واضحا في ذلك اخوات الاخوه اللي باقيين طالبين في الثنائي حسن ما جاوبتيش على الاسئله كامله حنا فتحتي مجال الاسئله باقي ما جاوبنا سمعنا حتى سؤال شكرا سؤال مجال عفاك انا عارف العمق انت العمق انت فلوس حسن انت فلوس حسن انت فلوس حسن واش يمكن واش يمكن نعتبر رجائي لكم ما توتروش معكم راه حنا كل الله عارف بينا كيفاش دايرين فانا اخويا التزموا بالاماكن ديالهم ماشي واحد زيد تفضل حسن واش يمكن نعتبروا توتو ضحيه ديال صراع سياسي لا سيما نعطي بعض واحد الجيوشيات في الخرجة ديالو هو اسمو اكس شهر بعد المعطيات فيما يتعلق بحقوق المؤلفين او يجوك دابا هذه نقطة مهمة لا مازال ما ساليتش السؤال واخا لا هذا عنده ارتباط مشروع قانون ديال حقوق المؤلفين واللي ولا قانون واخا نكمل الله يعطيك الرضا اسمح لي الو هاد في الخرجه ديال غوسمو الاكس جبدوا سميات ديال الفنانين على انهم كياخذوا مستحقات ماليه ما كيستحقوهاش ومنهم السي مهدي ومنهم الى اخره من وراها كانت فرق المعارضه غتقدم تعديلات على مشروع القانون اللي ولا قانون بعد المصادقه فاذا بواحد الوقت من ورا الخرجه ديالك كل شيء رجع للور فمر القانون بسلام السؤال هنا من مور هذا الشيء كله واش هذا الشيء عندك خلفيه معينه هل طوطو ضحيه ديال صراع معين لا اخي رشيد خرج او في ندوه ديال محامي الطرف الاخر قال بان الفنان طوطو تنتظره عقوبات كبيره وقال انه هذا هو الموضوع شكرا زراعه غادي يدير التراكم باش نحبس شفنا ان السي طوطو الاغلبيه ديال لي بوست بلاص مزرعه ودابا الصحفيين وقام استدعائهم من بعد الانتقادات اللي وجهها لهم العديد من الاطلالات واش طوطو غيبدا صفحه جديده وغيذوب مثلا او فقط هي ولده عامره يدخل الاسلام مع الصحابه مع الصحابه بحال هكا دابا مشي ديالو ويخرج ديالو واش كنعرفوا بان مهرجان او ال ام اللي بدا منه هذا المشكل هذا المشرف عليه هو مهدي بن سعيد فالسؤال ديالي ليك واش تلقيتي دعم من عند بن سعيد وثاني واش تلقيتي دعم من الزملاء ديالك الله يخليك هذا الشيء اخواننا محمد بن سعيد الموقع الاول عندي سؤال للطوطو لانه هذا الشيء اللي وقع دابا طرح نقاش عند لي رابور بزاف ديال لي رابور ولاو كيحسوا راسهم كانهم مستهدفين ديجا سمونيكس دوا على هذه المساله هذه واش طوطو كيحس براسو انه هذا النقاش هذا مستهدف هو كفنان ومستهدف الراب بشكل عام لانه ولا يعني نقاش مجتمعي
بلاصه اللي فيها جوج غنخلي واحد حتى نكمل وندير معاك انترفيو مباشره. لا لا السلام عليكم. لا نيشان على هذا المساواه، انا كنامر بالمساواه. السؤال ديالي واش بصح الاخ طوطو قدم شي تهديدات في تطبيق ميسنجر التجاري؟ الله يسامح ليهم التجاري الله انا ما واحد من هذه الاخوان. السلام عليكم. ابقى شي فيها. السلام عليكم. واحد من هذه الاخوان بغيت نصحها واحد المعلومه ديال قال لك ان لا تتعلق بالاخلاق. انا راه عندي الخاطر واسع غنسمع كل شيء غادي يجاوب كل شيء. بغيت نشرح واحد المعلومه، ان واحد المقوله كبيره كانت قالوها لي زارتيست شحال هذه بان لا لا بوتي سي 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 مابقاش عقل. المهم الجماليه كتعلق بعض المرات بالخيوبيه، يعني ماشي ضروري خاصنا نعلقوا الجماليه بالاخلاق. ثاني حاجه كانت واحد لوف ارتستيك 1917 دارت في نيويورك، واحد لارتيست جاب اون كوفيت ديال طواليت وحطها وتعرفات اون اوف ارتستيك. يعني ممكنش لينا نبقاو نربطو ان لارت متعلق بالاخلاق. موقع نابت بريس. ثاني حاجه عندي واحد السؤال طور، يعني بغيت نعرف واش اخر خرجه الاعلامي اللي دار مع الرمداني واش كان مرتاح في الاجوبه ديالو ولا لا؟ شكرا. وغادي نرد على هذا الشيء والله يخليك. شوف وكل واحد هنا الحقوق ديالو محفوظه فقط. شوف الله يخليك كل واحد. انا غادي نجي اسمعني كل واحد واش ممكن يتكلم على الارض. الله يخليك واش ممكن يتكلم. كل واحد الحقوق ديالو محفوظه وانا ما سمحتي الزراج. انا هذا الاستاذ زراج كما تنحترموكم نحترموا بعضنا البعض اكيد. وبالنسبه لهذا الشيء اللي دابا انا غادي نرد عليه في حينيه وغادي يكون ختامه مسك. طوفي با الاخ كريم اخبرونا. حتى وسامي يكون الحق في الكلام. سؤال استاذ الله يحفظك حقك محفوظ. تفضل سامي. وكتعرفي حنا الدور ديالنا في الدفاع عن الناس. صافي دافع علينا استاذ. عفاش الله يخليكم واحد السؤال مهم كيطرح الاخ ديال اخبارنا او الساده تقدر تسال طوطو اعتذر وعبر على الاعتذار ديالو بشكل علني. واش كاين مساعي ديال الصلح؟ لان بطبيعه الحال حتى واحد ما غيتمنى ليه شحال خايبه. بالعكس مادام انه اعتذر فهذا بالنسبه لنا شحال كبيره. واش كاين مساعي في هذا الاتجاه باش ان ناخذوا بعض الاطراف يكون صح ان شاء الله. الاخ الكريم اخر سؤال.
السلام عليكم. اخر واحد على اساس اللي ما تمكنش يطرح سؤال انا غنكون راه الاشاره ديالو فيما بعد. سي طه تبارك الله عليك فينا ديالنا. السؤال اللي كسي طه واش الضغط هو اللي خلاك دير هذا الندوه؟ ثاني سؤال علاش في الاول كنتي في اوليم سويس ما كنتيش تطلع عند الصحافه ودابا جيتي طلعتي؟ تخوازم كيسيون مال ديال الحفله اللي تكون عندك في الجامعه. سويسي ما طلعش مع الصحافه؟ ما كنتيش بغيتي دير ندوه صحفيه صحفي ديال البارح عند لا طلع معانا نعطي الكلمة لطوطو باش يختم وأنا كذلك باش ندير واحد التعقيب. بغيت نشكر الجميع بدون استثناء حتى اللي تيكتب علينا خايب نشكره. أما الاحترام من عدم الاحترام للزملاء والزميلات هذه أخلاقيات ديالكم نتوما وعندكم مؤسسات ديالكم بحال اللي عندنا حنايا. أنا هنا ما غاديش نحاسب أو نحاكم زميل أو زميلة ديالكم طاول على احدى الحقوق ديالكم. ما يقول انا كنشرح الصلاه او نواقض الصلاه انا نواقض الصلاه او كنشرح انا يعني نواقض شرح اركان الصلاه او نواقض الوضوء شي من قبيل هو حر يكتب اللي يبغى. انا هذا انا انسان هنا حاضر كمحامي كمغربي ك مواطن اللي مؤمن بثوابت هذه الأمة اللي هي الإسلام الملكية دولة القانون دولة الحق وهادو زملاء وزميلات ديالك. إذا كان شي حاجة كتقصهم كاين النقابة، إذا كان شي حاجة فيها تشهير أو إساءة كاين القضاء، حنا باقيين فيه. ما هو حر يكتب عليا كيف بغى وكنقول لك كتب كيف بغيتي ما عنديش مشكل، ولكن أنا هنا باش نوضح هاد الامور ديال ما تعرض له موكيل ديالي وما تعرض له. ولكن اعتقد واحد السؤال كلهم الاسئله مهمين ولكن اللي طرح اخبارنا بغيت نجاوب فيه. حنا لحد الان كنسمعوا كاينين جوج شكايات. كاين الشكايه اللي تقدم بها سيتي جيني وجوابا على السؤال الاخ حنا ما عرفتش انا واش كاين شي كونفرساسيون بيناتهم ولا شي تاني. ما كايناش. حنا كناكدوها. واش حنا هددناه ولا هو هددناه حنا هادشي ما يمكنش ما جيش تكلموا فيه هنايا. هذا ندو محل ديالو. انا كنعرف سيتي جيني. كنعرف الاخلاق العاليه ديالو. وكنعرف الشهامه ديال اهل الشرق. وكنعرف الكبرياء ديال الصحفيين والصحفيات. لن يقبل ولن يقبل ولن يرضى باش واحد الشاب يتدمر لانه ما فعلا الا دار ملاحظات من حقه بحال اللي دار الاخ الكريم وخا دارها بواحد الشكل فيه شويه ديال سميتو. ولعلمه ان الاستاذ زهراش حاج جوج بالمرات 10 العمرات واقوم ب المسائل ديال الصلاه وديال الدين في وقتها وهاد الناس هادو كلهم مسلمين وكلهم مؤمنين حتى لا كنتصل لهم شي يهودي او شي واحد كاع ما عندوش حتى حاجه انا كنحترمو لان هذا القانون وخصنا نحترمو بعضياتنا. الله يعطيكم ما نوصلوش لهذا الشيء. حنا جايين واحد اللحظه باش نطفي واحد غضب واحد الغضب وقع في المجتمع ونقولوا هذا ولدنا غلط غادي يتصلح كان شي واحد غلط تا هو يتصلح ونطوروا هذا الشيء. هذه ميزه بلادنا بلدان اخرى حتى الفن مقنن. انا قلت لكم حتى الصحافه كيكون عندها قناه وحده. حنا عندنا تعدد شحال ديال القنوات شحال ديال المنابر الاعلاميه شحال الحريه ديال الراي وديال التعبير. هي حنا ماشي في الجنه عايشين باقي ما وصلناش للطب مجال حقوق الانسان وفي دوله الحق والقانون ولكن كومان باغابوغ لواحد العديد ها هي غير جارتنا. حنا كنخرجوا في تظاهرات كنديروا وقفات كنديروا من غير التظاهرات الفنيه غادي يسمح ليا لانه هو كنناقش مع داكشي ديال النظام بعض المرات تلقى ما تيقفل فيه والو. حنا انا ما كنقفلش في داكشي ديالو ولكن كنامن بان من حقه
كمواطن كشاب مغربي انه يفجر الطاقه ديالو الفنيه فواحد الحدود معينه، فواحد الاحترام لثوابت هذه الامه، وفواحد الاحترام لدوله المؤسسات. ولكن ما غنسمحش كمحامي وكحقوقي لاي كان يطول عليه في المجتمع. هنالك محاكم، هنالك قضاء. وجوابا على احد الاسئله بانه هل عقوبه اللي كتنتظروا، انا كنامن بان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، وان القضاء هو من يصدر الاحكام، وان القضاء مستقل، وان هذه دوله المؤسسات، وان كاين توازن بين السلط. وطوطو ما كيديرش السياسه يا اخي الكريم، طوطو ما تيقفل والو في السياسه باش يجاوب بلاصه السياسيين. هذا سؤال طرحوه على السي مهدي بن سعيد، طرحوه على الفرق البرلمانيه اللي دوزت قانون الفنانين. طوطو ما كانش كيعرف كاع اصلا واش كانت دار دعوه ضد طرف الفنانين، وتفاجئ الاب ديالو هو حاضر هنا راه كيعرف واحد مجموعه منهم. اذا حنا كنجاوبوا على الاسئله ديالكم في اطار الاحترام، وكنوضحوا من خلالكم للراي العام على ان هؤلاء الفنانين اهرام ديال هذه البلاد. سي عبد الوهاب الدكالي، عصامي، محمد الحيري الله يرحمه، كل الناس اللي هضر عليهم او جبدهم او شي حاجه ما كانش شي خلفيه، وهذا الشيء سيتم توضيحه اما امام القضاء او اما جوابا على السؤال ديال اخبارنا، وهو مهم في اطار الصلح. كاين مسائي وستكون مع دفاع الفنانين. فنان متسامح، الصحفي متسامح، المحامي متسامح، المغربي والمغربيه متسامحه ومتضامنين، لانها قيمه من القيم المجتمعيه ديال المغرب. الدين ماشي ديال شي واحد، الدين ديال المغاربه كاملين، والمذهب المالكي المغاربه كاملين، واللي مسؤول عن الدين كاين في الدستور. معروف شكون امير المؤمنين، معروفا من امارات المؤمنين. فالله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الرسائل اللي عندنا واضحه، حنا تنامنوا باستقلال القضاء، ما عارفينش شنو غيدير معنا القضاء. حنا ما عندنا مشكل الا مع جوج د الناس اللي عرفنا الان، اما قضيه ديال الامن ولي زوتوريتي ولي جورناليست، واش ما كيتواصلش ولا كيتواصل؟ انت كتواصل مع الاعلام، عمرو كان عنده معاه مشكله. اذا هذا الشيء هذا كامل كنظهر لي انا هو تحته. كانوا جوج ديال الماي ديالي عندي معهم مشكل، واليوم واحد من المرا حاضر. حاضر وبالعكس هذاك تنش ما لا سمح لي ما نقولهمش، ما نقولهمش لا بلاش. وهذاك اللي حاضر انا كنشكر انا غنقولو، ونشكر المدير ديالها. شوف اسمعي الله يخليك، كاينين صحفيين محترمين بحالكم كاملين، والله القسم الا لقيتهم تيدير واحد الاشياء ماشي فقط لطوطو بل لشبابنا ككل. انا ما كنقول لكم شنو كنا ملائكه، راه قلتها في الاول، راه موكي ديالي ماشي ملاك، ماشي نبي، ماشي قديس، راه انسان كيمشي في الارض وكيطلع كيغني كيغلط ما كيغلطش، هادشي عادي. شكون اللي ما كيغلطش؟ زعما حنايا طفرناه ملائكه. فلذلك الله يخليكم، حنايا الناس اللي ظنوا انه كانت اساءه لهم او كان غلط في حقهم، الموكل ديالي اعتذر امام الملا، والاعتذار فضيله، ولا يعتذر الا الاشخاص الاقوياء في الاخلاق. صحيح، ماشي التافهين اللي كيحكم الضمير ديالو وكيدير نقد ذاتي لنفسه وتيراجع نفسه وتيقول هذه درتها مزيانه هذه غلطه. هذا قوي ويجب ان ناخذ بيديه وان نستثمره. واظن ايتها الصحفيات والصحفيين المحترمين، وبهذا ساختم النقاش الذي طرح حول الاخلاق حول كذا، هذا للمجتمع. التساؤلات التي طرحت حول قانون الفنان كذا الى اخره، هذا طرحه على السياسيين. طوطو انسان شاب في مقتبل العمر كيشق المشوار ديالو، اكد لي وبلسان، وانا كنأكد لكم انه غادي يبقى مستمر في هذا الشيء ديالو. واللي عجبني فيه هي الانافه ديالو، الكرامه ديالو، ما بغاش يتنازل عليها. قال لك انا حتى من اساء الي، وهذا هو التسامح، حتى من اساء الي انا مسامح. ما طلبش مني باش ندير لهم شكايات، ولكن طلب مني باش نكون معاه في المصاحبه القانونيه وندير معاه لاكومبانيومون جيريديك
الى السلطنه ديال الحلول والوساطه والمعالجه والصلح احيانا اذا دركناه ما وكان وانا كنقولها انا نداء الان من خلالكم للسيتي جيني بما اعرفه فيه من اخلاق وكصحفي محترم ان يستعمل العقل والحكمه ويستعمل التبصر المعهود فيه والشهامه ديال اهل الشرق ديال المغرب الشرقي في التسامح مع هذا الشاب ان كان قد اساء اليه انا ما عرفش الحيثيات ما عرف والو هذا نداء ليه وكنعرفو انسان طيب وخلوق ومحترم ما عندو حتى مشكل معاه وما تعرفوش وما تلاقاش الى تم التاويل ديال الكلام ديالو شي تاويل اخر حنا هذاك النقاش غنناقشوه فيما بيناتنا ما كاين شيء القضاء هو للجميع واش غادي يحكموا عليه بكذا ولا بكذا هذاك ما شغلي لا انا ولا شغل المحامي ديالو هذاك شغل القضاء والقضاء مستقل والقضاء هو اللي كينظر في القضايا هو اللي تيحكم على الافعال انطلاقا من القناعه التي تتشكل للقاضي اثناء المحاكمه نقطه اخيره انا بغيت نقول للاخوان الصحفيين طوطو ما عنده حتى شي تمييز ما بين هذا او هذا هاد الندوه هادي تنظمها المحامي ديالو وهو واش وزير الثقافه واش كذا حنا ما كنعرفو كنعرفوه كوزير في الحكومه حنا شخصيه عامه واش داك الشيء اللي كان بيناتهم راه كان في الوعي العام والنجاح جوابا على السؤال ديال احد الصحفيين المحترمين راه العدد بالحضور العدد ديال التجاوب مقياس وانا فخور جدا بان بلادي من بعد الظروف كورونا قدرنا اننا نديروا تظاهرات رياضيه وفنيه هذا يحسب لهذا الوطن يحسب لنا جميعا كمغاربه ويحسب للدوله وللحكومه اللي قدرت تدبر داك المشكل ديال كورونا وقدرنا نتلاقاو من بعد واش كنتو كتصوروا ان بعد 2019 كاين لحد الان باقي ما قدرش يتلاقى بالناس بحال هكا كاين لحد الان ما دارش حتى الجلبه هما غير حدانا فلذلك حنا كمغاربه ومغربيات نفتخر بما يتم وتحققوه بما يتم من لقاءات شكر للجميع شكرا لكم على حسن اللقاء ونحن موكلي على اشارتكم الصدر ما جاتش فوالا جو بونس كون اغيتي كلير مع الاستاذ زهران صراحنا بزاف ديال النقاط اللي كان خصهم نشرحو فوالا كنعاودو نوصولي لي داكشي اللي كنا قلنا اونكور ديزولي كنتي حاضر الى كومبليت سيد انا قبل قال لك ندوة صحفية انا ندوة صحفية ماكش باغي نديرها بلاص ما تسولني علاش ما درتش ندوة صحفية علاش ماكش باغي نديرها سير سول خالد علاش ما درتش ندوة صحفية ولكن حنا ماشي هنا كان عندي اسباب شخصيه اللي ما خلاونيش نجي اطون في الاخر وصلت ودرت ندوة صحفية اللي هي بسبب الجينا انا كاملين فوالا لا ماشي هذيك هذيك الاولى هذي واعره هذي مع الاستاذ زهراء تفاقت على الاستاذ زهراء زعما صراحه وصراحه زعما جو بونس كو هادشي كامل كبر بسيب انا زعما كبر بزاف اكثر ما كان خصو نكبر فوالا نتمنى هو تيدوز وصافي راه زعما راه قلنا اللي كان خصو يتقال غادي تلقى بيت الجمهور في الجامعه مازال غادي تلقى مع الجمهور كل البرامج ديالو غادي ينفذها ان شاء الله سواء داخل الوطن او خارج ارض الوطن وباش غادي نختموا انه انا والموكل ديالي لان كامل الثقه في مؤسسات الدوله وفي القضاء انه هو كمواطن مغربي سيمتثل غدا لاستدعاء الامن وغادي نشوفوا انذاك الاثار القانونيه ديال البحث وما سيترتب عليه ولكل حادث حادث شكرا لكم جميعا